بالنسبه للمقابله، المقابله كانت صعيبه لان كنلعبوا ضد فريق اللي كيتخبط في نفس المشاكل، فريق وداد فاس. دخلنا بريمير ميطو، كانت عندنا واحد خلل في التركيبه البشريه اللي دخلنا بها، كان واحد ما كانش واحد انسجام، وكان تراخي من بعض اللاعبين، ولكن الحمد لله اننا رجعنا في النتيجه ديال جوج جوج. الحمد لله اللهم نقطعوا الاول، لان فريق اتحاد الزموري الخميسات عاش مشاكل من بدايه ديال الموسم، ان غادروا 24 لاعب. احنا الان في اطار بناء ديال واحد الفريق ديال المستقبل، بحال اللي شفتوا احنا كنعتمدوا على لاعبين شباب داخل التركيبه البشريه، وكنتمنوا ان شاء الله ان في هذا الميركاتو هذا ديال الشتاء ان شاء الله نعزوا الفريق، لاننا في حاجه ماسه لبعض اللاعبين باش ندعموا الخطوط ديال الفريق، ونتمنوا ان شاء الله الخير فيما هو افضل ان شاء الله.